مساء الخير يا فنانين. النهاردة ان شاء الله درسنا عن التظليل، ايه هي اساسيات التظليل وازاي تظلل صح وبطريقة صح. من دلوقتي بقى هنبدأ الشغل، اللي هو هنمسك القلم وهنبدأ نشتغل بايدينا. التظليل يعتبر مشكلة كبيرة جدا لاي حد بيبدأ رسم، مش عشان هو حاجة صعبة، لا، عشان انت ما بتكونش واخد بالك في بداية الرسم ان انت عندك مشكلة في التظليل، او ما بتكونش قادر تحط ايدك على المشكلة فين بالظبط. مهم جدا في بداية الرسم ان انت تتعلم تظلل بشكل صح عشان تطلع نتائج حلوة وتكون رسمتك مظبوطة. درس النهاردة مهم جدا ليك كمبتدئ، وهتلاقيني في الفيديوهات الجاية بقولك ارجع على درس التظليل، هتلاقيني قلت فيه كذا كذا، فركز جدا وحاول انت تطلع باكبر قدر استفادة من الفيديو ده، وطبعا هتطبق بعد الفيديو ده على الحاجات اللي انا عملتها بالظبط، ومرة ورا مرة ورا مرة ان شاء الله هتلاقي فيه تحسن ونتيجة حلوة جدا معاك. من غير كلام كتير، قلمك والسكتش بتاعك ويلا بينا نرسم. طيب يا جماعة، قبل ما نبدأ، في حاجة مهمة جدا ناس كتير بتستهون بيها، وهو ان القلم ما يكونش مبري كويس، وفعلا بتفرق، يعني نتيجتها بتفرق لما تبري القلم كويس وتبدأ، ده بيديك نتيجة احسن. فيلا دلوقتي نبري القلم وبعد كده. طيب دلوقتي برينا القلم ونوع ما بقى شارب وكويس ان هو نبدأ نشتغل بيه. هنبدأ بقى نظلل. في عندنا طريقتين للتظليل، طريقة بالقلم الرصاص من غير دمج، يعني ان انا بظلل الشكل كامل اللي انا عايز اعمله من غير ما ادمج، انا بس بستخدم قلم الرصاص فقط لا غير. الطريقة التانية بقى هو ان انا بعد ما اظلل الشكل اللي انا عايز اعمله بالقلم الرصاص، بروح جايب اداة دمج، مثلا زي الفرشة او إلام الدمج او منديل او اي حاجة، بحيث ان انا اسيح القلم الرصاص على بعض. طيب ليه في ناس بتستخدم الطريقه دي وناس بتستخدم الطريقه دي؟ هو على حسب اللي انت حابه او على حسب الشغل اللي انت هتعمله ايه. بس الطريقه ان انا اعمل بالرصاص بس مهمه، لان انت هتفيدك في حاجات تانية. لازم تتعلم ان انت ازاي تتحكم بالقلم الرصاص بان انت تطلع شكل يعني ظل متكامل، بحيث ان هو مبقاش فيه فراغات، مبقاش فيه اي غلطات. ده المفروض كتأسيس ليك في البداية تكون عارف تعمل الحاجة دي. فأنا دلوقتي هبدأ أشتغل معاكو الطريقتين مع بعض، هجرب مربع هنا ومربع هنا وتشوفوا أنتوا الفرق ما بين النتيجتين. طيب حاجة مهمة لما نيجي نظلل، أنا بتارجت الجزء ده من القلم، الجزء ده مش سن القلم، فده هيفرق معايا في مسكة القلم. أنا مينفعش أمسك القلم كده لما أجي أظلل، ده أكتر غلط بيقع فيه الناس، وعشان كده بيطلع التظليل يعني بيبقى شارب جدا وفيه فراغات ما بينه. لا، أنا مش عايز كده، انا بمسك القلم من فوق كده بالشكل ده، تمام، وببدا اظلل. فانا دلوقتي هبدا معاك تظليل اهو. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اسيبش فراغات خالص في المربع. وبرضه ما امسكش القلم بطريقه جامده، يعني ما ادوسش بطريقه جامده، فده هيخلي معايا مناطق غامقه ومناطق فاتحه. لا، احاول ان انا امسك بنفس التون بتاع الايد، ما يبقاش يعني في حته ماسك فيها جامد ولا حته ماسك فيها بطريقه خفيفه، فتلاقي عندي فيه فرق في درجه التظليل. طيب يا جماعه، انا هنا بدات اسرع الفيديو عشان ما يبقاش مده الفيديو طويله. هو مفيش جديد دلوقتي انا بعمله، انا بعمل بس بظلل، بحاول املى الفراغات كويس، وبعمل في اتجاه واحد في اول طبقة، بستخدم اتجاه واحد في الرسم، مش بعمل كذا اتجاه. فبس بقعد اعمل كده، يعني بص، ما ينفعش ان انا اغير الاتجاه، لا، اخليني انا ماشي في اتجاه واحد في اول طبقة، امشي في اتجاه واحد. We'll be right back.
طيب دلوقتي بقى بعد ما خلصنا الطبقة الأولى، أنا ممكن دلوقتي أغير اتجاه التظليل. ليه بقى؟ عشان أملأ، أنا لسه شايف فراغات قدامي، الفراغات ما مشتش، فأنا عشان أغطي الفراغات دي لازم أعمل بكذا اتجاه. بس أنا قلت لكم ما ينفعش تعمل في كذا اتجاه وأنت بتعمل نفس الطبقة. يعني أنا مثلا الطبقة دي كلها كانت كده، ما عملتش حبة كده وحبة كده. فعشان يعني بشوف ناس كتير لما تيجي تظلل بتعمل مثلا جزء كده وبعد كده يجي عند الحروف عشان الحروف اسأل له يعمل كده، فبيعمل بيظلل بالطريقة دي، فبتلاقي الشكل ملخبط والتظليل مش متساوي. فاحنا دلوقتي هنعمل كله بالشكل ده، هنعمل طبقة ثانية عشان تبقى ايه، نغطي الفراغات دي كلها. طيب دلوقتي بعد ما ظللنا باتجاهين مختلفين كده وكده، هستخدم درجة اغمق. الدرجة اللي فاتت كانت اتش بي، الدرجة دي بي، هستخدمها عشان برضو كل ما زودت الطبقات وكل ما زودت درجة الغمقان كل ما كان التظليل بتاعي احسن. فانا هعمل دلوقتي طبقة بالطول كده. طيب دلوقتي بعد ما خلصت طبقة بقلم بي، هجيب طبقة اغمق من كده اللي هي 3 بي، وهعمل باتجاه برضو مختلف عشان برضو ايه، اخلي التظليل برضو كويس واحاول اقلل الفراغات على قد ما اقدر. دلوقتي هبدأ اظلل بقلم 3 بي في الاتجاه ده كده، نفس الكلام. انا بسرع الفيديو عشان مفيش حاجة جديدة، هو نفس الكلام بنفس مسكة القلم، اتجاه واحد هو ده بس الحاجة المهمة. فانا بس بوريكو النتيجة عاملة ازاي. طيب كده خلصنا المربع ده من غير اي تسيح، وزي ما انتوا شايفين النتيجة كويسة جدا، مفيش اي فراغات، مفيش اي حاجة، التظليل كله درجة واحدة. زي ما قلت لكم هو الحاجات المهمة بس ان انت تظل في اتجاه واحد في نفس الطبقة، لكن لو هتغير الطبقات تغير الاتجاه، ده مهم عشان الورقة نفسها بتاخد اتجاه معين، فانت لازم تعمل اتجاهات عكس اتجاه الورقة دي عشان ايه، ما يبقاش في عندك فراغات، عشان تغطي الفراغات اللي بتبقى موجوده في المربع. طيب هستخدم دلوقتي في المربع ده نفس الدرجات اللي احنا استخدمناها في المربع ده، بس الفرق ان انا هعمل تسيح بالفرشه. دلوقتي هستخدم اتش بي، فيلا نشوف هتبقى النتيجه عامله ازاي. طيب دلوقتي بقى هنستخدم الفرشه عشان نسيح، والطريقة دي بصراحة أنا بحبها وبستخدمها على طول دايما، وبتدي نتيجة حلوة جدا، خصوصا أن أنا برسم أغلب رسمي بيبقى بورتريه، فالبورتريه عشان تدي نعومة للبشرة الفرشة هي أحسن حل بصراحة، أحسن من الطريقة دي. هتشوفوا أنتوا نتيجتها وتحكموا بنفسكم. طبعا نفس الكلام بعد كل طبقة بعملها برضو بسيح بالفرشة بنفس الاتجاه عشان تاخد نفس الاتجاه اللي انا سيحت بيه. برضو هنا نفس الكلام، وانت بتظلل بالفرشة لازم تعمل باتجاه واحد، ما تعملش في اكتر من اتجاه في الطبقة الواحدة. وانت بتعمل الطبقة في التظليل بالفرشة بتعمل برضو في نفس الاتجاه اللي انت مظلل بيه بالقلم. طبعا انت عندك بدائل كتير غير الفرشة، ممكن تستخدم اقلام الدمج او تستخدم منديل، والكلام ده انا قلته في فيديو ادوات الرسم للمبتدئين، ممكن ترجعوا له، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. اهم حاجة يا جماعة ما تستعجلوش في الرسم، خلي الرسمة تاخد حقها وتاخد وقتها معاك، اهم حاجة انت تطلع بنتيجة انت راضي عنها. فانت مثلا هنا عندك حسيت في حتة محتاجة دمج اكتر، محتاجة تدوس عليها شوية كده، فمفيش مشاكل، خلي ما تستعجلش، خلي الرسمة تاخد وقتها.
طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين النتيجة هنا واضح انها بالفرشة بتبقى انعم اكتر، وعشان كده انا بستخدم الطريقة دي في رسم البورتريه لان انا ببقى عايز نعومة في البشرة وبس كده، ما ببقاش عايز الرصاص يبقى باين في الوش كده. يعني هو كل واحد ليه طريقة رسم، بس انت في حاجات بتبقى محتاج ان البشرة تكون فيها نعمة، فبس عشان كده انا بستخدم الفرشة وانا بظلل عشان تطلع معايا احسن نتيجة. ودلوقتي بعد ما اتعلمنا مسكة القلم الصح وطريقة التظليل الصح، هنتعلم دلوقتي ازاي تتحكم في درجات الرصاص، ازاي تبين ان الحتة دي مثلا فيها لمعة، الحتة دي غامقة شوية فتبين انها داخلة لجوه، ازاي تعمل عمق للصورة اللي انت بترسمها. حاجة مهمة هقولها لك دلوقتي هتلخص كل الكلام اللي جاي، بس دي عايزة تطلع بيها من الفيديو، اللي هي ان الحتة اللي عليها ضوء دايما بتبقى لمعة وفاتحة، تمام، والحتة اللي مش جاي لها وصل لها ضوء طبيعي انها تبقى غامقة. يعني لما يكون عندنا حتة وصل لها ضوء هنستخدم درجات اقلام الرصاص الفاتحة، ولما يكون عندنا حتة غامقة هنستخدم درجات اقلام الرصاص الغامقة عشان نبين ان الدرجة دي فيها غمقان. فيلا بينا نشوف دلوقتي الكلام ده. طيب انا هنا دلوقتي بدأت ارسم دايرة، بس انت ممكن تستخدموا غطاء اي علبة اي حاجة عشان تعملوا الدايرة دي، وبعدين ببدأ أسيب حتة كده في النص، دايرة صغيرة، دي الدايرة اللي وقع عليها الضوء، يعني هنا هعتبر الضوء جاي من الناحية دي، من الناحية كده من فوق، وعامل فراغ كده أبيض فهسيبه فاضي، وهبدأ أظلل حواليه بالرصاص. طبعا بدأت بدرجة 2H وبعد كده عملت بالفرشة سيحتها وبسيحها لبرة، ما بجيش على الدايرة البيضة اللي أنا سايبها. بعدين هنا باخد قلم بي، وبرضه هنا انا بعمل بشكل دائري بحيث ان انا باجي حوالين الدايرة البيضة وحوالين درجة اللي انا عملتها بقلم الـ 2H، بلف حواليها كده بدرجة بي بحيث ان انا ببدأ اغمق واحدة واحدة لغاية ما اوصل للطرف الثاني من الكورة. زي ما انتم شايفين اهو بحاول املى الفراغات وامشي بشكل دائري كده. بعدين هنا باجي اسيح بقى اللي انا عملته ده، وهنا بقى بحاول ادخل شوية رصاص من الحتة الغامقة للحتة الفاتحة عشان تبان بشكل تدريجي كده من الغامق للفاتح. دي بقى يا جماعة جومة فحم بتفيدني جدا في ان انا بنقل من الدرجة الفاتحة للدرجة الغامقة، بحيث ان انا بستخدمها بعمل شوية نقط كده بالجومة بتمسح الحتت الغامقة، فتبان الفاتح مع الغامق يبان كأنه كده ايه داخل على بعضه من غير ما يكون في فرق باين ما بين الحتة الفاتحة والحتة الغامقة. فزي ما انت شايفين بقت الاضاءة هنا شكلها جميل جدا. وبعدين باجي هنا بقى ايه ببدأ استخدم درجة 3B، وبعمل برضو بشكل دائري حوالين الحتة الفاتحة دي بنفس الشكل كده لغاية ما بوصل الاطراف بعض غمق حبة حبة. وبعدين هنا استخدمت درجة 5B، دي بقى بعمل بيها الأطراف، دي المفروض انها درجة غامقة، وبعدين سيحتها بالفرشة، وبعدين هنا تقلت كمان بنفس الدرجة اللي هي 5B بس عشان تبان غامقة أكتر. وبعدين بقى هنعمل الظل بتاع الكورة. الظل بتاع الكورة ده بيدي برضو شكل واقعي، بحيث ان هو اي جسم واقع عليه اضاءة لازم يبقى ليه ظل، يعني الاضاءة جاية من الناحية اللي من قدام كده وعاملة لمعة في الكورة، وبرضو لازم يكون ليها ظل تحت الكورة. فانا هبدأ بالحتة الفاتحة كده من برة، وبعدين ببدأ اغمق واحدة واحدة. المفروض الجزء اللي يكون تحت الكورة على طول ده الجزء اللي مش واصل له ضوء، فبيكون هو اكتر جزء غامق. فزي ما انتم شايفين بستخدم هنا درجة غامقة، وبعدين بحاول اطلع بالغمقان ده للاطراف بالتدريج طبعا. فزي ما انتم شايفين كده اهو بعمل حتة غامقة، وبعد كده بخف ايدي واحدة واحدة طول ما انا طالع لبره، وبعدين كالعادة بسيح اللي انا عملته ده عشان يبانوا كلهم داخلين في بعض كده ويبقى شكلها واقعي اكتر.
ده كده كان درس النهاردة، وزي ما قلت لكم ده درس مهم جدا. أهم حاجة تطبق على الكلام اللي أنا قلته ده، وترسم الحاجات اللي أنا عملتها وترسم زيها. وأهم حاجة أهم حاجة ما تيأسش، دايما حاول تاني. دايما أول مرة هتبقى محاولة فاشلة، ده شيء طبيعي جدا. أول مرة مش هتلاقي نفسك عارف تمسك القلم كويس، مش عارف حتى يعني القلم دي هتشوف أنها بسيطة، بس أنت ممكن تكون مش عارف تتحكم في أن أنت ضغطت إيدك على القلم نفسها. كل ده بيجي بالممارسة والتكرار. اهم حاجة انت تستمر وتكمل في الطريق اللي انت بدأت فيه. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان اكمل في الفيديوهات دي. وهسيب لكم في الديسكريبشن تحت لينك الانستجرام والفيسبوك والتيك توك. الحاجات دي برضو ساعات بنزل فيها حاجات برضو تعليمية قصيرة بتفرق معاك، مش لازم اكون انا اعمل فيديو كامل ليها هنا على اليوتيوب. فما تنسوش تعملوا لي فولو على التيك توك والانستجرام والفيسبوك وبس كده. سلام.